مرحبا بكم من جديد وحياكم الله مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم سنابل الخير. هذا البرنامج الذي نحاول من خلاله أن نخفف أوجاع الكثير من الناس الذين بحاجة للدعم والمساعدة قدر الاستطاعة، فهم في أمس الحاجة لأن نزرع لهم الابتسامة من جديد. خلونا نشوف تفاصيل القصة، تابعونا. ربيعها العشريني كانت كفة تعيش حياة طبيعية، تحلم كغيرها من الفتيات بربيع الحلم الوردي وأحضان الأمومة لتتزوج وتعيش مع زوجها حياة سعيدة رغم كل منغصات المآسي التي قد تأتي دون سابق إنذار. زوجة يعني حملت، ويعني كان مكاتنا تبعني الحمل عند دخلت في الشهر التاسع، قلنا أنقلها إلى مستشفى في القاعدة، بعدين يعني عملنا عملية قصرية، بعد عملية قصرية يعني أخذوا الولد عند جدته، قالوا يعني حق الظروف يعني مرة صعبة، قالوا نقل لي إلى مستشفى في ياب. إيش قالت عندها؟ قالوا عندها تسمم حامل. بعد العملية يعني دخل يعني مسموم غيبوبة، قالوا إنه ينقل لي إلى مستشفى في ياب، والآن يعني ما زالت يعني تحت العناية. يعني مستمر عن العلاج والتنفس الصناعي لا 3 شهور، هنا مش معانا يعني اي امكانيات ان نقوم يعني بهذا المبلغ. كل شيء كان يمكن ان يهون مقابل انتظارها وزوجها بولدهما الاول، فرحة الطفل الذي يأتيهما بشوق ومحبة، خصوصا انه سيأتي بعد فترة طويلة من الانتظار. حملت كفى بطفلها الاول وحملت معها هم النزوح من تعز لتكون الظروف المادية سبباً في عرقلة متابعتها لحالتها الطبية في المشفى. كفى أسرة فقيرة جداً، ناس متعففين، بصراحة كانت حامل ومنتظرين طفل الأول بفارغ الصبر وبفارغ الفرحة، ولم يكن لديهم المال الكافي لمواصلة متابعة حملها مما أدى إلى ما وصلت إليه الآن. سبحان الله العظيم، هذه حالة كفاءة التي تلاحظونها الآن وصلت إلى هذه الحالة بسبب الفقر الحاد الذي كانوا يعانون منه. فنحن الآن نناشد أهل الخير بأن يحاولوا أن يساعدوا الأخت كفاءة بقدر ما يستطيعون. الجهل كذلك هو عدو المرأة في حال ما لم تعرف ما الذي يتوجب فعله للحفاظ على صحتها وصحة جنينها. لكن قدر الله وأن أصيبت كفى بتسمم حملي، تسمم أدى إلى توقف قلبها. وصلت المريضة كفى ثابت سعيد علي إلى غرفة الطوارئ وقلبها متوقف أثر إصابتها بتسمم حمل، حيث تم نقلها من مستشفى آخر وتم إنعاش قلبي وراوي لها، غير أن قشرة دماغية حصل لها تلف، وتم نقل المريضة إلى قسم العناية المركزة حيث تم تركيب جهاز التنفس الصناعي لها، وهي بحاجة إلى فترة طويلة للعلاج. ونناشد أهل الخير بمد يد المساعدة للمذكورة، حيث أنها من عائلة فقيرة ومعدمة ونازحة من مدينة تعز. تم إسعاف كفى، أدخلت إلى أحد المستشفيات، محاولات جادة من الأطباء لإنعاش قلبها، لكنها دخلت في غيبوبة عميقة أسودت الدنيا أمام عيني الزوج الذي لا يعيش ولا يقاوم ألم الحرب والنزوح إلا لأجل زوجته الحبيبة. المريضة كفاءة سعيد ثابت علي، كانت المريضة بحاجة إلى جهاز تنفس صناعي عن طريق تبليغ مسبق. تم تجهيز جهاز التنفس الصناعي وعمل الإجراءات اللازمة للمريضة. المريضة كما هي من تاريخ 11/10 حتى الآن في قسم العناية المركزة وعلى جهاز التنفس الصناعي. الحالة المادية للأهل صعبة جدا، ندعو أهل الخير للتعاون معهم. كفى أصبحت اليوم غير قادرة على الكلام أو إدراك ما يدور حولها، وبواسطة جهاز التنفس فقط تستطيع أن تتنفس مع حال زوجها البائس الذي لا يستطيع عمل شيء لأجلها،
فهو يعمل حمالاً في حين توفر العمل، أما غير ذلك فلا يكتفي إلا بالجلوس بجانبها منتظراً بشارة خير بتماثل صحتها بالشفاء. كنت أشتغل في تعز حمالة آفرة عن لقمة العيش لهلا وسويتين، والآن أعاني مع ظروف الحرب، ضغط أن أنقل الحيوان. الألم والحسرة تكاد أن تتحدث من عيني، وقهر الرجال مكروه دائما عندما يشعرون بالعجز، فما بالنا لو كان العجز تجاه إنقاذ حياة زوجته، وكانت قلة الحيلة هي المانع الوحيد لذلك. إن كان عندنا ما فيش يعني معنا، ما حاضر يعني نستطيع نفعل لقمة العيش، ما فيش يعني معنا، يعني نريد نفعل الخير أن نساعد معنا يخرج لنا زوجتي من المستشفى، لأنها يعني تحتاج إلى علاج طويل، يعني تحتاج مصاريف، تحتاج يعني اسمه عناية يعني طويل، فأنا ما فيش يعني عندي أي إمكانيات، فقير ما قلت أي حاجة من المال، قد بعته ما فوق ما تحت معي، ما فيش معي أي حاجة الآن. ما يزيد من وجع هذه الأسرة هو النزوح بعيداً عن الأهل والخلان، فلا تجد من يقف معك إلا من سخر الله قلبه لذلك. هي الحرب الموحشة التي أفترست الأخضر واليابس وقتلت أرواحاً في عمر الزهور، فرحمتك يا الله. نطلب من فاعل الخير نساعد معانا يخرج لها عن زوجتي من المستشفى، أن يوصل لها العلاج، لأننا علينا مبلغ كبير من الدين. نشكر عن إدارة المستشفى على التعاون معنا، لأنه ساعد معنا قبول عن الحالة يعني حقها الظروف. كفى وزوجها حالة من حالات كثيرة طغى عليهما الزمان وجار بمعاناته عليهما. مناشدة إنقاذ زوجته هي كل ما يأمله الآن في تقديم المساعدة لها. نناشدكم بفعل الخير لتحاولوا أن تجمعوا ما تبقى لعلاج كفى، فحالتها مستمرة بالغيبوبة التامة التي تلاحظونها أمامكم، ومن خلال كلام الأطباء يقولون أن حالتها صعبة جدا وستستمر لفترة طويلة، ولا يوجد لديهم المال الكافي لإكمال العلاج والفحوصات التي تحتاجها يوميا بمبالغ كبيرة جدا، فنناشدكم لمساعدتها، فأنتم أهل الخير والعطاء، وأنتم من قال فيكم الحبيب صلى الله عليه وسلم: أهل اليمن أرق قلوب وألين أفئدة. الحب كالسرطان يأتي فجأة كي يقتل ويغادر. يكاد زوج كفى أن يرحل كمدا على زوجته التي أحبها، فشاطرته حياته بما فيها من حلوه ومره. كفى هي الأخرى بحاجة للمساعدة وإنقاذ حياة ما زالت تطمح لاحتضان حلم الأمومة فيها. مرحبا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في الفقرة الثانية من برنامج سنابل الخير. الكثير من الناس يفقدون الأمل، لكن نحن بعون الله سبحانه وتعالى وعون فاعلنا الخير سنزرع لهم الأمل من جديد. خلونا نشوف تفاصيل الحالة الثانية، ابقوا معنا. الوحدة شيء جيد عند البعض وموحشة عند البعض الآخر، فلا تكاد تسمع رجلاً كبيراً في السن يعشقها، إنها الخوف من الموت. الحاج عبدو البالغ من العمر 55 عاماً يعاني الوحدة كذلك، فدون أهل أو خلان سكن في المكان دوناً عن إرادته، عمارة مهجورة لا يسمع فيها سوى أصوات رياح الليل وهي تصفر بين فراغات الزمان.
هذه البناية التي أصبحت مقراً لكل من دفعت به الحاجة للإقامة فيها، مكان لا يخرج منه إلا لإقامة الصلاة فقط. رجل عفيف لا يمد يده لأحد، فلا يعلم بحاله إلا الله. الحاج عبدوذة إنسان مسكين وما بحد، وأزوره موبان هنا وتعبان تعبان عقليا، وإنسان يعني ما ماشي أصارف حتى النفسه ولا ما حاجة، ومسكين تكسر فلات البترول وكرر وما فيش من ينقضى. قلينا أباه وفعلنا وصوينا المستحيل ودخلوه المستشفى وآملوا له إجراءات كاملة. طيب الآن كيف ما بقى اللي دخلنا الغرفة الأمليات قالوا شتم منا مدري كم 200,000 مدري كم انت نجيبه إنسان ضبحان ولا ما حد، مسكين وتعبان تعبان نفسيا وعقليا ومقطوع من شجرة ومكسر. فجأة ودون سابق إنذار وفي شهر شعبان الماضي قام الحاج عبدو لأداء صلاة العشاء، وفجأة سقط من أحد أدوارها دون إنذار إلى البدروم، انكسرت قدمه وانخلعت من الظهر. ولأن البناية خالية لم يسمع أنينه وصراخه أحد، حتى مر شخص بالصدفة وسمع أنينه وقام بإسعافه، لكنه لم يتمكن من العلاج كون المبلغ كبير جداً، ليعاني 7 أشهر من الوجع لا يفارقه، وجع الجسد لقدم مكسور، ووجع الروح التي لا ملجأ لها سوى الله. صليت على العشاء وتمدد وضرب نفسي له قدمه داخل، بعد صلاة العشاء بتضرب وهي دخلت لما هنا رجلي بعدين الناس راقدين كلهم، قال لا كنت كل ما حفر قليل وخرج الحجارة التراب والحجارة التراب ما خرجت رجلي، بس حبلو اللو مسمود الجمال هاي سمعنا وانا ان وهو يأذن فجل أجا الله طلعهم، وكنت أمشي والله رجعت على التوقف. قال يا أهل السلام بعد المشاهد جنب هذا ورجع يمشي فجاء يشتري روح كده وطاح في البدون، ما حصله اللي بعد 3 ساعات. وإيش كسر؟ انكسر هنا وشلوه الخير ودوه سعفوه وعالجوه وجبسوه له وكل حاجة، من شدة الألم وهذا ما قدر ينتد فوق الفراش، فقام يشيل الحجار يدقدق الجبس وهذا ويصيح. متأثرا بجراحه متعذبا بوحدته مستسلما لمصير لا يعلمه، يكاد أن يموت من الجوع والبرد والعطش، إلا من فتاة بسيط يأتيه من فاعلي الخير الذين قد يمرون من هنا. الذباب أكثر من يمر بجانبه فلا أحد يسأل عليه، إلا من سخر الله قلبه، ما أقسى ألم الانتظار فلا يأتيك أحد. أجي والرجال عليه طايح يعني ميت ما أقدر أتحرك لا كذا ولا كذا، في نفس الوقت مقطوع ما بيش إلا الوحيد اللي شفتونه هنا وشاهدته عبد الله حسب المكتب اللي مثلا هذا جزاه الله خير يقوموا بعصير وكيف إن الناس ذولا كلهم مسكين ما حد يصيحي رز، حتى بعد الوتي ما حد جاوب معه، أروح أجيب له صبوحة أصبح له أجيب الغداء أجيب العشاء، يعني حاولت لما شفته كذا القصة 3 أيام حجات ما عاد يمشي الفوق وهو طايح ميت ما عاد يتكلم عنه. أصلا حياته مأذب ومبهذل ومسمد جاوع منها الأكل، لا فطر ما يتغداش، لا تغدى درسة يومين ما فطر ما يتغداش، الأكل يجي نادرا من البيوت إذا تصدق والله. احنا اللي نقدر عليه احنا خصمين تعبانين، واخصمين لو ده انا لحقتها ما عاد باقي
ما باقي إلا أمر الله الذي كتبه ربي، يعني ما فيش منه قوم بالواجب، ما فيش منه يبقى عند الله. الناس تأمل بحاجات يعني في الغلط، ولو وجه الله ما تأمل، ولا لو يتأمل وجه الله صح الإنسان مسكين التأبان يوقف به. من سوى لها عملية رجال صلحها، كم حسنات يكسب، يمكن يدخل الجنة من أجل هذا الإنسان. الحرمان بني إسرائيل سقط كلب دخل الجنة وسقى النهمان، ما بالك لما إنسان يصلح إنسان مسلم رجله، إنسان مصلي صايم له. بعدين الصلاة نصلي ويصلي ما شاء الله، صلي صايم نصفتين ها، إلا لحين الحالة اللي فيه أجبرنا، لأنه يقول فوق نفسه كيف يصلي وكيف يصوم، مجبور. ولا هم صلي صايم كل الحارة داري وكل الألم داري، وعزيز نفس يطلب حال قال عزيز نفس صحيح. لو مرة 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 ما يصطع إلا ألي أنا يقول لي أنا جاوي يا محمد، إذا بأدين ومرات ما يكلمناش يكون جاوي وساكت. لما أسأله أنا أقول الله أما أبدو قبل جاوي يقول لي يوم يومين، أقول لا حول ولا قوة يا رب. أروح أنا ضبحان أروح أشحت له ولي، بعض مرات والله أشحت لي ولي. يعاني الحاج عبده كذلك من مشاكل في احتقان البول، لذا تراه يلازم القسطرة ذهابا وإيابا، بالإضافة لمشاكل صحية أخرى. لا يستطيع الكلام كثيرا، فوجهه الشاحب وأوجاعه التي لا حدود لها فقط يحتاج لمن ينقذه. 5 سنوات على هذا الحال دون معرفة أهله أو أقاربه. الصورة هنا أكثر من يحكي عن وضع هذا الشائب. هذا الآن يحتاج له إلى عملية جراحية وإلى عناية، لأنه إنسان مقطوع ما شاء أحد، إنسان مقطوع. والله ما أنا مقطوع بس طلع قطعوا ولا. أنا داري إنه قطعوا إنسان ما شاء أحد حياة غير في البلاد هذه. فرحت أنا وغير القسطرة، خرجت 3 صحات كبيرة هذه حق الشبلان من البول كان محجر. البول خرج طبيعي، اليوم الثاني شوف لك البول يخرج دم وبول أحمر. استغربت أنا أروح برضو وأخرج له العلاج وأستخدم له 2 في الصباح وفي المساء، الحمد لله تغير البول ورجع طبيعي زي ما كان. ألو 9 شهور هنا مقعد، لا جنبه لا عامل خير لا جنبه واحد ولا أحد، ودحين ماسك في الله. ثم في عامل خير يجي يزوره يسوي له عملية، قالوا عملية، رحنا بالمستشفى قالوا عملية تكلف 300,000. قلنا له انت ما طيب أبوه له علاجات أولية ذا، قالوا ماشي جيب فلوس احنا نعالج، ورجعناه هنا، رجعناه في هذه الإمارة 3 مرات. وانا رحنا 3 مرات في المستشفى رحنا أبوه، آخر حاجة رجموه في البدروم في الحوش وقالوا احنا ما نعالج ولا ذا، قال الدكتور جيبوا فلوس انا اسوي له عملية. عملية طارئة لإنقاذ حياة هذا الرجل الوحيد هي كل ما يحتاجه، فإذا لم يوجد لديه أهل يستند عليهم في كبره، على الأقل توجد لديه قدمان تستطيعان حمله، رجل لا يعلم أين أهله. ونتمنى من خلال مشاهدة هذه الحلقة أن يتم التعرف عليه. عشتي أنا هذا الرجل، الرجل هذا رجع كما كان. أنا مبجول هنا لي 9 شهور من 10 شهور وقال فراش هذا ما قطعت أخيكم. إن المآسي لا تأتي للإنسان دفعة واحدة، فأجزاؤها تتعدى حدود الزمان والمكان كلما طاب لها ذلك. والقلب حين يشعر بلا أحد لديه يموت كمدى قبل أن تموت باقي أعضاء الجسد.
أعزائي المشاهدين، عودتنا اليوم إلى الحالة التي تم عرضها لكم سابقا ليست عودة عادية، وإنما لنتفقد إلى أي مدى وصلوا إليه، وما هو الدعم الذي وصل إليهم، وماذا يحتاجون أيضا. خلونا نشوف هذه الحالة، خليكم معنا. عودتنا لهذا اليوم كانت لطفل رسم في محيانا الابتسامة، قصي، الطفل الذي يعاني من فشل كلوي. قصي الذي خلق بكلية واحدة فقط وأصيبت بفشل كلوي، يقول الأطباء حسب أقوال الأهل بأنها قد توقفت عن العمل، فكيف يعيش؟ إنها معجزة الله. أشكر فاعل الخير، ما قصروش معنا يعني، مع قصي الحمد لله كل واحد جاب على قد حالته، يعني جمعنا المبلغ حوالي 800,000 ووفرنا على هالأدوية الحمد لله، يعني تحسنت حالتها من الأدوية شوية شوية، بس ما قدرش يعني السفر حقه، ما قدرناش نسافر، بل إن المبلغ هو نشتي كبير، شيء زراعات كذا وشيء من زراعات مثلا، ما نقدرش يعني 800 ما قدرناش لحق علاجات، يعني قد جابوا لنا على قد حالتهم الحمد لله، جزاهم الله خير ما قصروش معنا، كل واحد جاب لنا على قد حاله حقه، يعني أتمنى إنهم يعني يزيد يدعمون عشتي لبني ولدي يعني عملية، لأنه الحالة حقه أسود أكثر من ما كان السنة الأولى، الكل حقه قد يوقف الآن أزيد، العظم حقه قد أزيد، الحين التعب ما يقدرش يعني تعب أكثر من السنة الأولى، أتمنى إنهم يزيد يدعمون أنا أفعل لها عملية، نشين سافر بها الخارج، ما زعمها أنا ما نقدرش أفعل عملية، والمبلغ الأول ما قدرناش نوفرها، يعني نقدر نسافر بها الخارج، ما هي إلا 800 حق علاجاتها. السلام عليكم، أنا قصي المريض من فشل الكلوي، وأنا أتمنى من فاعل الخير أنهم يدوا حق العملية، المرة الأولى ما كفتش إلا حوالي حق 800 من للعلاج فقط، كنا نشتي للخارج نفعل زراعة بثانة والكلى، وأتمنى من فاعل الخير أنهم ينظروا لحالتي ويدعموني بقدر ما استطاعوا. ما زال قصي منتظرا بصيص أمل لمن ينقذ حياته في سفره للخارج لزراعة كلى، خصوصا أن كلية والدته لم تتطابق معه، الوجع كبير في عينه لكن الأمل أكبر. أعزائي المشاهدين، الحالات الإنسانية التي تم عرضها لكم في برنامج سنوات الخير ليست حالات عادية، فهي رفضت في البداية أن تظهر أمام الكاميرا لعزة نفسها، ولكن مع احتياجها الشديد سواء كان اجتماعيا أو صحيا ظهرت أمام الكاميرا، وكلها أمل أنها تحصل على دعم بأي شكل من الأشكال. شكرا لكم أعزائي المشاهدين لمشاهدة هذا البرنامج سنبل الخير، ونشكر أيضا فاعلين الخير الذين دعموا الحالات سواء كان ماديا أو معنويا، لا تنسوا التواصل معهم فهم في أمس الحاجة إليكم. نكون هنا قد انتهينا من محطتنا لهذا اليوم، أمل أن ألقاكم في الأسبوع المقبل، إلى اللقاء.